الحقيقة أنا حرصت النهاردة أن أنا أجي أقف وسط يعني إخواني وأبنائي ضباط الشرطة في دورهم وواجبهم الوطني اللي بيقوموا به في حماية المقر والبعثات الدبلوماسية. وأحب أكد أن كنا جميعا غاضبون من هذا الفيلم وهذه الإساءات لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام، أن نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام لا تكون بأي حال من الأحوال بمهاجمة الأجانب ومهاجمة المقار والبعثات الدبلوماسية، ولكن تكون بحسن الخلق والعمل والجهد. الشرطة زي ما ذكر لي السيد الوزير قامت بجهد في هذا فجر هذا اليوم، وقامت بالقبض على حوالي 100 لن أقول يعني متظاهر لكن متعديين على السفارة والقوات الشرطة، وبالتأكيد ليسوا من المناصرين لرسول الله، ويتم حاليا التحقيق معهم لمعرفة من وراءهم. وهذا ما أكدت عليه السيد وزير الداخلية، معرفة من وراء هؤلاء الصبية المغرر بهم اللي هم لا يعرفون ماذا يفعلون ولا يدركون.